لكن قبل بدء النقاش نتابع تقرير عبد العزيز السعيدي ثم نعود. إعلانات أعادت إلى الواجهة قضية بطالة الأطباء السعوديين أطلقتها شركة هندية بأشكال مختلفة لوظائف لأطباء ومتخصصين في عدد من التخصصات الطبية لصالح وزارة الصحة. هو إعلان غريب نوعا ما. في التخصصات المطروحة في هذا الإعلان هي كلها تخصصات موجودة لدى الخريجين السعوديين، طبيب مقيم، طبيب عام، استشاري، جراحة عامة، طبيب طوارئ، طبيب تخدير. هل هذه التخصصات غير موجودة في الخريجين السعوديين؟ الأمر الثاني أنه سيتم وفق الإعلان، رغم أن الوزارة تحفظت، لم تنفي ولم تؤكد هذا الإعلان، ولكن هو إعلان صادر يحمل شعار وزارة الصحة. هل سيخضع لبرامج التدريب واجتياز رخص الهيئة السعودية للتخصصات الصحية بعد توقيع العقود؟ بشكل مفاجئ أعلنت الشركة عبر موقع التوظيف انتهاء مدة الإعلان، ولكن الواقع على صفحات موقع الشركة مختلف تماماً. هذه الواجهة الرئيسية الخاصة بالموقع اللي قام بإعلان الوظائف الطبية من خلال موقع التوظيف، حذف الوظائف من هناك، ولكن دخلنا على الموقع الخاص فيهم ووجدنا فيه وظيفتين شاغرة أو مطلوب عليها التوظيف في وزارة الصحة السعودية، وأيضاً يضعون شعار وزارة الصحة السعودية هنا في الأعلى. عوامل كثيرة حددها المختصون تسببت في تزايد أعداد العاطلين عن العمل من الأطباء والممارسين الصحيين والصيادلة. الخلل يكمن في ضرورة تنسيق بين الجهات، لابد من آلية مشتركة، لكن الكل يعمل بمفرده، يعني الجامعات تخرج، الصحة تستخدم بحجة عدم وجود بعض التخصصات محتاجين لها، وهي في نفس الوقت تسرب الاستشاريين إلى الأعمال الإدارية، فهي جملة من التناقضات. وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق عزوف الأطباء والممرضين عن قبول العمل في المراكز الصحية بالهجر والقرى في ظل غياب الآليات والمحفزات لترغيب الأطباء بالعمل هناك. لا أعتقد أن هذا جيد أو دقيق بشكل كبير، لأنه متى ما حددت من الوزارة آلية واضحة بعد السنوات بتفعيل بعض الميزات الغائبة عن بعض الخريجين للعمل في المناطق الطرفية، سيتم العمل فيها، خاصة وأن بين الفينة والأخرى تستخدم أطباء من خارج البلاد أو من خارج المملكة. هل سيعملون في المناطق الطرفية فقط؟ بينما نرى كثير من المستشفيات ما زال الطبيب الوافد يعمل فيها في تخصصات عدة. برنامج الزمالة والذي تشرف عليه الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يرى عدد من الأطباء ضعف هذه البرامج في تغطيتها للتخصصات بشكل عام، إلى جانب قلة أعداد المرشحين لدخول هذه البرامج. وجهة نظر الطبيب السعودي أنه كثير يعاني من عدم توسيع أو التدريب في برنامج زمالة التابع للهيئة السعودية للتخصصات الصحية. هي تدرب مجموعة قليلة جدا لا تتوافق مع عدد الخريجين، فإذا كان عندك 8000 خريج وتدرب 1000 أو 1500 خريج نظرا أو أقل في برامج التدريب التابع لهيئة التخصصات اللي هو برنامج زمالة، وهو اللي يؤهل الطبيب للعمل في أي مستشفى سواء حكومي أو خاص. السبب هو نقص الاستشاريين السعوديين في هذا البرنامج، لذلك قللت عدد المتدربين الأطباء. انعدام ثقة المستشفيات الخاصة هو من أبرز العوامل التي ساهمت في تعطل توظيف وتأهيل الطبيب السعودي لسوق العمل. لمعالي المواطن عبد العزيز السعيدي، جدّة.